بداية، ترأس الأحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، وتناول الاجتماع مشروعي قانونين. تضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، والثاني قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى عروض منها محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور، البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وعرض وزاري مشترك حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية غار جبيلات وهران تبسة عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار. وبخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أكد الرئيس عبد المجيد تبون على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث مهما كانت طبيعتها. كما أمر رئيس الجمهورية بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة بالعملية كل 6 أشهر، وذلك تفاديا لأي عرقلة تخص عملية التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة لولاية الجلفة من 4000 إلى 15000 وحدة. كما أمر رئيس تبون بإعداد مقترح لترقية دوائر الأبيض سيدي الشيخ عين والسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة. كما أمر أو وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بضرورة إقرار المزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية الوطنية، ولا سيما في أسعار التذاكر. كما أمر رئيس الجمهورية بتنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر لتقوية الصلة بوطنهم الأم. أشرف رئيس الجمهورية الأحد بقصر الشعب بالجزائر العاصمة على حفل تكريم نادي اتحاد الجزائر المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وجرى الحفل حفل التكريم بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، وكذا أعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة. وخلال الاحتفالية كرم الطاقم الفني والإداري لفريق اتحاد الجزائر لكرة القدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير رعايته للرياضة وتكريمه للمتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وقد سلم مندوبون من نادي اتحاد الجزائر لرئيس الجمهورية قميصا للفريق موشح باسمه ويحمل توقيعات اللاعبين والطاقم الفني. إلى الحدث التربوي، أعطى وزير التربية الوطني عبد الحكيم بالعابد الأحد إشارة الانطلاق الرسمي لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 من متوسطة تقول مرخوفي حسين بولاية ورقلاء. كما أوقب بالعابد وصف انطلاق امتحانات البكالوريا بالموفقة في كل الولايات، كاشفا أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون في حدود 20 من شهر جويلية المقبل. هذا كذا
من تطابق هذه المعلومات مع جدول سير الاختبارات المادة اللغة العربية وأدبها الشعبة سير اقتصاد وعلوم تجريبية رياضيات. فالحمد لله الانطلاقة كانت موفقة في هذا الصباح، على أمل أن تستمر هذه الوتيرة وهذا يعني هذا التنظيم الحسن على مدار الخمس أيام التي سيجرى فيها هذا الامتحان. رأينا أن ظروف التنظيم محكمة، كما اطلعنا في هذه الولاية على حسن تنظيم هذا الامتحان. الامتحان الذي يجتاز فيه أبناءنا اليوم على المستوى الوطني بعدد 790,515 تلميذ وتلميذة. فيما تعلق بإعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا فقلت وأعيد أنه سيكون في حدود يوم 20 من شهر جويلية المقبل بحول الله، وقد يكون قبل ذلك بيوم أو يومين حسب ظروف السير. صحيح. كما أكد بالعابد أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية تعرف تراجعا ملحوظا، مضيفا أن النجاح في البكالوريا سيكون للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة 10 من 20 فما فوق. حلول البديلة هي قطع هذه السلوكات، الذهاب سويا كتربية كمجتمع كصحافة ككل الفواعل في الشأن التربوي إلى محاربة ظاهرة الغش وظاهرة نشر المواضيع فور خروجها في مكانها الطبيعي في مراكز الإجراء. وبالتالي الرسالة رسالة جميعا، والمهمة مهمتنا، وللصحافة دور كبير في التحسيس الإعلامي والتوعية لجعل كل المجتمع وكل من يمارسون هذه السلوكات غير سوية أن يقلعوا وأن يبتعدوا على مثل هكذا السلوكات. يعد ناجحا في امتحان شهادة البكالوريا من تحصل على معدل المواد الذي امتحن فيها يساوي أو يفوق العشرة. هذا وسطرت مديرية التربية لشرق الجزائر إجراءات وترتيبات محكمة لإنجاح امتحان شهادة البكالوريا. العينة كانت من مركز امتحان عبد المجيد مزيان بالمحمدية بالعاصمة. التغطية لنهاد بطيف. إجراءات وترتيبات محكمة سطرتها مديرية التربية لشرق الجزائر على مستوى 85 مؤسسة تربوية لاستقبال 29,000 تلميذ من مختلف الشعاب لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023. وفرت الدولة من خلال وزارة التربية جميع الظروف، سواء كانت بشرية مادية لوجستية. هناك بروتوكولات تنفذ على مستوى المراكز للقضاء على أي محاولة للغش. مرافقة الأولياء لأبنائهم وتخفيف الضغط عنهم خطوة مهمة للتحضير النفسي للمترشحين. رافقتها طول العام، حفظت معاها، ما عندهاش الخوف بزاف، عندها ثقة بربي سبحانه بالأم ديالها واقفة معاها. مترشحو شعبتي أداب وفلسفة وتقني رياضيات بعد اجتيازهم لأول مادة عبروا عن تفاؤلهم بالنجاح. شعر اجتماعي على اليتيم. خيرت الموضوع الثاني الشعر، جاني سهل. الموضوع كان سهل، أنا متوقع، أنا كنا متوقعين يجي بزاف عفصة صعب، صح ما داروا فيه بزاف حتى عفصة معقدة. شعبت أداب والفلسفة لغة اللغة العربية، الموضوع كان سهل في متناول الجميع. والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا وننجحوا نجيبوا الباك. صافي الحمد لله جانا سهل. هي اجواء اليوم الاول من انطلاق امتحان شهاده البكالوريا على مستوى شرق الجزائر، والتي تميزت بحسن التنظيم والتأطير لضمان راحه المترشحين ولانجاح مثل هكذا امتحانات. ونبقى دائما في أجواء البكالوريا، يفضل العديد من الأولياء مرافقة أبنائهم خلال فترة اجتياز امتحانات البكالوريا، وخلال هذه الفترة تبرز العديد من التصرفات من يراها ويراها البعض السليمة، والآخر يؤكد أنها ترفع من الضغط على الأبناء، ولعل أبرزها البقاء لساعات طويلة أمام مراكز الإجراء في انتظار خروج الأبناء. التفاصيل في الموضوع لميرسا حميسي. هي صور استثنائية رسمها أولياء التلاميذ أمام مراكز الإجراء في أول يوم لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا. أين اصطف الآباء والأمهات ومنذ الساعات الأولى لصبيحة اليوم أمام مراكز الإجراء؟ وبقي هؤلاء على نفس الحالة لساعات طويلة في انتظار خروج أبنائهم. الأم
الام اكيد تعرفي الام الكبده تاعها تفكر فيها تخاف كاش ما يصرى لها تتمنى باش يجي ربي يجيها ساهل كل حاجه تفكر فيها الام خاف سرتو كي نسمع هكذا نقول يا ربي سهل لهم ما يجيهمش حاجه صعيبه نخاف كي نقولوا تدهش. تنتهي الفتره الصباحيه والارتياح باد على التلاميذ، فامتحان اللغه العربيه كان في المتناول، حاله نفسيه انعكست بدورها على الاولياء. كانت الاسئله سهله في متناول الجميع، مام جو التكست مفهوم، لي بروف مام اللي كانوا يعسونا كانوا ملاح معنا، تما جو حسينا روحنا كشغل امتحان عادي. قول نورمال ماشي شغل تاع واحد ما تقدرش تحلو ولا واحد شغل ما يخممش فيه ولا يحبس مخه ولا انا بور مو انا خدمت والحمد لله. وعلى الاسئله ثاني اسئله نورمال انا كيما واحد زعما يجوز سيونس من بازيس بزاف على العربيه والله الحمد لله كيما قلت لكم جاني كل الساهل. على امل نجاح وتحصيل شهاده البكالوريا يعيش الاولياء، فيما يبقى ترك هامش الحريه للابناء وابعاد الضغط عنهم فعلا حكيما من الاولياء طيله ايام الامتحان. أمر قاضي الجنح بمحكمة البرواجية بإيداع المدعو وفاء ميم الحبس المؤقت بعد ضبطها من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواجية ولاية المدية بصدد الحلول محل شقيقتها المترشحة في امتحان البكالوريا. وفي ذات القضية أمر قاضي الجنح بوضع المتهمة الثانية تحت نظام الرقابة القضائية مع تأجيل القضية لجلسة 14 جوان 2023. كما أدانت محكمة بجاية المسمى لام ألف بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة ملايين سنتيم غرامة بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي. أشرف صبيحة اليوم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة رفقة رئيس المجلس القضائي يقول على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات لشهادة البكالوريا للمساجين بالمؤسسة العقابية بعين والسرع. التقرير لموسى بغراب. خلف هذه الأسوار الإسمنتية الصلبة بالمؤسسة العقابية بمدينة عين والسارة تحد رفعه هؤلاء السجناء الذين سيجتازون امتحان البكالوريا كغيرهم من المترشحين. 10 سنوات وانا في السجن يعني كنت برا لو كنت تسقسيني تقول لي اعرب لي فعل الماضي ما نعرفش نعرب لك فعل الماضي. الان في الوقت الحالي انني متحصل على شهادات تاع بكالوريا في السجن والحمد لله يا ربي. كاين بزاف صوالح ما كناش نعرفوهم على الدراسه، ما كانش عندنا علم بالدراسه، كنا بعاد على الدراسه والحمد لله والفضل كله رجع للدوله الجزائريه. كان عندي نيفو 4 ماني طلعت 3 ماني دوكا نترمينا ان شاء الله نجوز الباك وكاتينا وخرجت عاودت وليت راح نجوز الباك. إدارة السجن استجابت لرغبة هؤلاء الشبان المساجين وعملت بدورها على توفير الظروف الملائمة للمترشحين. جميع الظروف المادية والبشرية متوفرة للمحبوسين من أجل نقول تحسين مستواهم وإدماجهم في عالم الشغل بعد الإفراج إن شاء الله. بالإضافة إلى البكالوريا امتحان شهادة البكالوريا أو امتحان شهادة تعليم الابتدائي المتوسط هناك كذلك عدة تكوينات. كغيرهم من الناجحين يواصلون هؤلاء المساجين بالمؤسسة العقابية بمدينة عين والسارة خط أحلامهم بغض عنوانه النجاح. اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات قصد ضمان الأمن بجميع مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023. وضمن المخطط المسطر لتأمين امتحانات البكالوريا قامت تشكيلات الدرك الوطني بتأمين مراكز الامتحانات ومحيطها مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب وتأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح. انطلاق الامتحانات النهائية لنيل شهادة بكالوريا دورة 2023 اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني
بهدف ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية المعينة كمراكز إجراء هذا الامتحان، وذلك عن طريق تكثيف دوريات المراقبة وتسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية من وإلى هذه المراكز، حيث تم وضع مخطط شامل من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني قصد ضمان أمن جواري ناجح وفعال، كما يركز هذا المخطط بالأساس على تأمين مراكز الامتحان ومحيطها، بالإضافة إلى مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد من مديرية التربية نحو مراكز الامتحان برا، كما يتم مرافقة وحماية هذه المواضيع جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الجنوبية. يتم أيضا مرافقة نقل أوراق الإجابات من مراكز الامتحان إلى مراكز التصحيح، وهذا بعد نهاية كل يوم. ترافق هذه العملية نشاطات تحسيسية لفائدة الممتحنين، تعمل على تنفيذها وحدات متخصصة على غرار فرق حماية الأحداث للدرك الوطني، والتي ستكون حاضرة أمام مداخل مراكز إجراء الامتحان، وكذا وحدات أمن الطرقات التي تضمن تأمين المسالك وأماكن تواجد الممتحنين. في موضوع آخر، أولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بإخضاع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية للعلاج بدلا من الأحكام السالبة للحرية، وتجلى ذلك في التعديلات التي حملها مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. التقرير لنريمان عبيد. تعديلات عدة تضمنها القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، أبرزها إلى أهمية قصوى للوقاية والعلاج وعدم ممارسة المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يتبعون الإجراءات الطبية لإزالة هذه السموم. المشرع الجزائري أعطى اهتماما بالغا للعلاج وجعله أولوية على العقاب بالنسبة لمستهلكي المخدرات. عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحريات ووضع استراتيجية للتعامل مع المدمن من حيث التشخيص والإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة قبل الحكم وبعده. المشرع الجزائري يعني راح للوقاية العلاجية، مش الوقاية الاحترازية. الوقاية العلاجية لأنه المطاعة هذه الجريمة من نوع خاص، يعني ذات طبيعة خاصة، ولهذا يعني تعامل مع المشرع مع هذه الطبيعة وأخضع هذا الجاني كأنه ضحية يعني في المجتمع ويجب معالجته، لهذا أقر بالوقاية العلاجية. تعديلات جوهرية حملها القانون تشكل حسب المختصين قيمة مضافة في حرب الدولة على هذه الأفة وحماية الشباب من مخاطرها. أكدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير أن القيادة العليا في البلاد تولي أهمية خاصة للأمن السيبراني للنظر إلى بعده الجيوستراتيجي في سياق حروب الجيل الجديد. ولفتت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي يضطلع بمهامه الدستورية على أكمل وجه ومنخرط في استراتيجية الدولة في ضمان الأمن الشامل. في الشأن الاقتصادي، وقع مجمع سونطراك الأحد على عقد إنجاز مركب بتروكيميائي لإنتاج مادة البولي بروبيلان بين شركة ستاب بولي ميرس اس بي اي التابعة لمجمع سونطراك وشركة بتروفاك. والعقد يتعلق بإنجاز مركب بتروكيميائي على مستوى المنطقة الصناعية أرزيو بولاية وهران بتكلفة تقدر ب 1.5 مليار دولار لإنتاج 550 ألف طن في السنة من مادة البولي بروبيلان لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة، والمقدرة ب 120 ألف طن سنويا في عدة قطاعات. تسعى سونطراك من خلال إنجاز هذا المركب والذي يتربع على مساحة قدرها حوالي 90 هكتار بمنطقة أرزيو بوهران بتكلفة قدرها ب 1.9 مليار دولار إلى إنتاج 550 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبيلان، والتي سيخصص جزء منها لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة، والمقدرة ب 120 ألف طن سنويا في عدة قطاعات مثل الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، النقل، النسيج،
المنشآت المائية والبناء وكذا السيارات والسفن. وبالمناسبة كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن المشروع سيساهم في خلق حوالي 5000 منصب شغل غير مباشرة خلال مرحلة الإنجاز، و 750 منصب مباشر أثناء عملية الاستغلال. كما سيساهم المشروع في توفير مناصب شغل مباشرة تقدر ما بين 750 و 1500 منصب شغل من اليد العاملة المحلية خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع. وقعت شركة ستابولي ميرس اس بي اي التابعة لمجمع سوناتراك الأحد على اتفاقية تمويل مع البنك الوطني الجزائري كمشرف رئيسي على عملية تمويل مشروع إنجاز مركب البولي بروبيلان. الاتفاقية ستسمح بتمويل 70% من مشروع إنجاز المركب البتروكيميائي لإنتاج البولي بروبيلان في أرزيو، بينما سيتم تمويل 30% من خلال التمويل الذاتي. كنا من تجميع الأموال الأساسية للقيام بهذا المشروع 30% عن طريق أموال سوناتراك و 70% من هذه الأموال من شركة بيانا، من بنك بيانا. إلى شأن الصحي، أمراض تضخم البروستات تصيب نسبة كبيرة من الرجال فوق 50 سنة، لذا وجب الكشف عنها مبكرا للتحكم فيها ومعالجتها. التقرير لشمس الدين سهيلي. من مستشفى المجاهد عبد الرزاق بحارة، نظمت مخابر فرات الرازس بالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية سكيكدا والفعاليات المجتمع المدني أيام تحسيسية حول سرطان البروستات والمسالك البولية. Donc aujourd'hui on va organiser une caravane médicale donc après celle de la wilaya de Msila on a pu toucher plus de 400 malades donc aujourd'hui on va l'organiser à la wilaya de Skikda. Donc ça sera une continuité. هذه الحملة الهدف منها التوعية والتحسيس والتشخيص المبكر للأمراض المستعصية الخاصة بالمسالك البولية والجهاز التناسلي. قافلة مكونة من 12 طبيب اختصاصية في المسالك البولية والأشعة بهدف توعوي وتحسيسي، سيما والأرقام التي أضحت تسجلها الجزائر في عدد المصابين بسرطان البروستات. هذا السرطان نوع من السرطان راه في تنامي، والمشكلة أنه راه المرضى راهم يوصلونا في وقت يعني في المرض متقدم، يعني في مرحلة متقدمة من المرض. هذا راح يصعب علينا العلاج على المريض وعلى الطبيب، لذلك احنا اليوم رانا نحسوا باللي الفحص المبكر على الأقل مرة في العام. تشخيص وتوزيع مجاني للأدوية في مبادرة لقيت استحسان المواطنين بولاية سكيكدا. سمعت بالحملة هذه الخاصة بالأمراض البروستات، وهذا الشيء فرحنا احنا كبار، فرحانين بولادنا اللي قايمين بهذه الأمراض. مبادرة تحسيسية تنظمها مخابر فرات الرازس بولاية سكيكدا على أن تشمل عديد الولايات في المستقبل القريب. قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع مدرسة بيرليتز بتنظيم نهائي الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للتهجئة في الجزائر، وتتنافس على الفوز بنهائي المسابقة 10 أطفال و10 شباب بعد نجاحهم في المسابقة الإقليمية التي نظمت شهر فبراير الفارط. So we're very excited about the second edition of. أنا سعيدة جدا بتنظيم الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للتهجئة باللغة الإنجليزية سبيلين بي. لقد عملنا بجد لتنظيم الحدث الذي يهدف لمساعدة الطلبة الجزائريين لتعلم الإنجليزية والتحدث بطلاقة بالإنجليزية. هذا أكدت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبن عن وجود أكثر من 30 برنامج تبادل أكاديمي على مستوى السفارة يسمح بإرسال أكثر من 200 جزائري سنويا للدراسة في أمريكا.
لدينا أكثر من 30 برنامج تبادل أكاديمي على مستوى السفارة يسمح بإرسال أكثر من 200 جزائري سنوياً للدراسة في أمريكا. لدينا كذلك برامج أخرى مع الدولة الجزائرية عن طريق وزارة التعليم العالي. لدينا كذلك برامج تسمح بالتدريس الإنجليزية لمئات الكوادر عن طريق تطبيق لينك. محمد طفل ذكي، حبه للإنجليزية وشغفه بالدراسة دفعه لتطوير مهاراته في التحدث والكتابة ليفوز بالمرتبة الثانية في المسابقة الأمريكية للتهجئة. تفاصيل في الموضوع مع حياة بن فطو. I learn English because my mom, she's a teacher of English. So I am with him in the corrections. Sometimes I'm come to his courses. That's it. محمد صاحب الإحدى عشر عاماً يتحدث الإنجليزية بطلاقة، فبالرغم من صغر سنه إلا أنه استطاع تطوير مهارته في تحدث وكتابة هذه اللغة. السلام عليكم، أنا اسمي محمد إسلام صادق، عندي 11 عام. تعلمت الإنجليزية حيث أنا ما أستاذة أونجلي، ومعها مرات نمشي معها ليكور كي نعاودها في لي كوريكسيون. هذه هي. بدعم من عائلته وبالإصرار والمثابرة استطاع محمد التفوق في المسابقة الوطنية للتهجئة التي تنظمها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر والفوز بالمرتبة الثانية. أخ تاعي راه مشارك مع الصغار، ملي كان صغير هو يبغي لونجلي وروماركينا باللي دائما يعقل على الكلمات أطراف لي جو أطراف لي فيلم ويبغي لا كومبيتيسيون. I love my martial arts animals and I really like the spelling because it allows me to connect with people. تحط في راسك باللي انت دير الميور ودير راسك باللي غادي تربح باش هكا ما يجيكش ني تراك ني والو وتجيك ساهل. محمد مثال لناشئة الجزائر بطموحه الكبير استطاع تعلم اللغة الإنجليزية وتحقيق الكفاءة فيها. نهاية النشرة، مشاهدينا في أمان الله.